تعلم وقات لي المسافه تقريبا ديال 12 ولا 10 متر صغيره رجلي بزز بقيت كنحفر برجلي باش نحاول نوصل ولكن والو واحد الساعه وقفت. احنا معاكم احنا معاكم يعني حاولت بقيت كنكومونيكي مع بابا تشارلي في الراديو. ما صيفطوكش انا راسي ما عبرتكش قلتي على راسك كيفاش غادي ترجع شوف شوف انا فضلت نهود على راسي من اول مره وشوف الا كانوا هبطوني على راسي من اول مره نطلعو ودابا ياك هما انتم هبطوني في الاول مره الاختصاص نقول لك نهبط على راسك صعيب مزيانه 15 متر بقات كدير لا الميكرو ميكرو وزنك كيف ديالي هذا الحي لا مستجبنا لا بعد محاولة أكثر من 5 مرات كنعيط عليه الطاق ما كنتيش استجابة ولكن كاين الآني الآن ديالو كيبكي كامل حتى اللي قربتي عندو قالت لي بيني وبينه تقريبا مسافة ديال 10 متر حتى 9 متر ولكن بلاصة واش حاول يتجاوب معك؟ لا عيطت ثلاثة المرات ما كاينش يتجاوب نهائيا المشكلة دابا واش كنوصل للقاع راه المسافة كتزيد الضياق تعرف البلان ديال الصندة كل ما كنهبط كتضياق حاولت نحفر برجلي حفرت برجلي واحد جوج متر ولكن بالنسبة للأكسجين تما في التنفس صعيب حيت طلعتي ما كتنفش التنفس صعيب بصراحة تخنقت نتا حيت أنا سمعتي تما كاين كبير عماد شنو الاسم ديال الجمعية ديالكم؟ جمعية تفشوي الرياضة الجبلية والبيئة واش سبق لكم عندكم شي محاولة بحال هذه؟ سبقنا انا تدخل ديال الانقاذ الجبلي بحال هذا وكنديروا تدريبات ديال الانقاذ الجبلي وديجا انا مسعف في الهلال الاحمر المغربي عماد واش غتكون شي محاوله اخرى ولا ما عرفش انت مستعد بالنسبه لي انايا راه ما يمكنش تكون لان نجم بلاصه نضيقه ما عنديش شحال هو قلتي ما يمكنش تكون شي محاوله ثانيه 25 متر قلتي 25 متر والعمق ديالو 32 متر دونك قربتي ولكن بلاصه متفق مع انفسنا داوود